بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى بدأ في سورة البقرة بذكر أول قصة وقعت وأول حادثة بدأ منها خلق الإنسان، وهو أن قال الله تبارك وتعالى للملائكة، يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة. وإذ هذا ظرف زمان، يعني واذكر يا محمد، واذكر يا محمد، يعني وقت قول الله عز وجل للملائكة، يعني عندما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا تبدأ قصة بداية الإنسان، وكيف يقول الله تبارك وتعالى هذا الكلام للملائكة، يعني الله عز وجل يعرض الكلام للملائكة ويقول لهم، يقول رب سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك، أي ربك يا محمد. والرب سبحانه وتعالى، لما نقول كلمة الرب وكلمة الإله، كلمة الإله تأتي في سياق ذكر العبادة وأفعال العباد، يعني بمعنى العبودية. لما تقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الذكر شكون يقوم به؟ الإنسان. والذكر من توحيد الألوهية، فتقول أنا بذكر الله. ولما تقول واعبد ربك، واعبد ربك، فإن العبودية هنا يعني واعبد الإله الذي خلقك وصورك ورزقك ودبر أمرك، لأن الربوبية هنا، ربك هنا ربك بمعنى ما يقتضي، ما يوجب عليك أن تعبده، يعني واعبد الله لأنه هو ربك. ولهذا نحن واش نقول دائما لما يحضر كلمة ربي أو الرب أو ربكم أو رب السماوات والأرض، هنا راه يتكلم لك على الخلق والأفعال تاعو سبحانه وتعالى. ولما تكون كلمة الله وما لكم من إله إلا الله، هنا راه يتكلم لنا على الأفعال تاعنا احنا، اللي هي توحيد الألوهية، نوحد الله عز وجل. ولهذا الآن ربي سبحانه وتعالى راه يتكلم لنا على ماذا؟ يتكلم لنا على فعل الله عز وجل، ومن أفعال الله التي نوحده فيها والتي لا يشك أحد فيها، هي أن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء. الله خالق كل شيء. إذن من الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى هذه القصة، خلق الإنسان، تكلم عليه الشارع الحكيم وبين تلك التفاصيل في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يعني بين لنا كيف بدأت قصتك أنت الإنسان. فقال: وإذ قال ربك للملائكة، الله عز وجل يقول لمن؟ للملائكة اللي هم خلقهم ثاني ربي سبحانه وتعالى، قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. هل هذه استشارة؟ هل ربي يستشير فيهم أو يستأذن فيهم أو يستنصح فيهم؟ الملك الإنسان كيكون ملك عنده مستشارين، يريد أن يطرح مشروع، يتخذ قرار، يجيب المستشارين كامل ويقول: إني أنوي أن أفعل كذا وكذا وكذا، ما رأيكم؟ لماذا يقول هذا الكلام الملك عليه؟ يقوله افتقارا، يحتاج إلى رأي، يحتاج إلى تصويب. ربي سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل ربي سبحانه وتعالى يحتاج إلى تصويب؟ يحتاج إلى تصويب. إذن هذه ليست استشارة، لأن الله قال إني جاعل، خلاص الأمر محسوم، يعني هذا إخبار، هذا التنبيه للملائكة بأني سأجعل، خلاص القرار محسوم. الله عز وجل عليم حكيم، يعلم ما في غد سبحانه وتعالى، يعلم غيب السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، هو الله. يعني الآن لما يقول الله عز وجل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
لا نتصور أن هذا هو عبارة عن استشارة، مش يستشير فيهم ربي سبحانه وتعالى، راه يعلمهم، يعلمهم. قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا مش اعتراض على الله، من حيث أن الله عز وجل لا يدري ولا يعلم الغيب ولا يعلم عواقب الأمور، أم أنهم ينبئونه؟ الملائكة ما عندهمش معلومة زيادة على الله، بالعكس الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، كان الرد نتاعهم شنو؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ استفهام استعلامي، أنا حابين نفهمه، أنا حابين نفهمه. تحط في الأرض مخلوق يفسد، يعني كيف يكون الأمر؟ ما مش يقولوا له لا ما نقبلوا لكش، وكيفاش راك غلط، ما مش يقولوا له هذا الكلام. هذا الاعتراض لماذا؟ لما وقع للملائكة من تعجب، تعجب الملائكة كيف الآن ربي سبحانه وتعالى يجعل في في الأرض بشرا يفسدون ويسفكون الدماء. بعض العلماء وش قالوا؟ قالوا بأن الملائكة عندهم خبر ببني آدم، لأنه كانوا قبلنا يعيشون من الجن والشياطين يعيشون في الأرض، ففعلوا ما فعلوا، لذلك الملائكة قالوا الآن راه وقع من قبل، وهذا غير موجود، هذا لا دليل عليه، ما عندناش دليل. الشيء اللي عندنا احنا نقدر نفهموه أن الملائكة أطلعهم الله على صفة بني آدم، ربي عز وجل بين الملائكة أعطاهم علم باللي الإنسان مركب من شهوة وعقل، وأنه سيفسد في الأرض، طبعه هذا داير، طبع الإنسان عامل هكا. إذن الآن ربي سبحانه وتعالى وهم يعلمون، وهم يعلمون، قال إني جاعل في الأرض خليفة، هم يعلمون الملائكة أن آدم وأولاده وذريته ستكون منهم هذه الذرية التي ستفسد في الأرض، عندهم معلومة، يعرفوا طبيعة البشر، ماشي كانوا البشر قبل، لا. وهذا فيه رد على نظرية داروين، نظرية التطور اللي يقول لك الإنسان كان قرد وبدا يطلع، الإنسان مخلوق هنا، آدم راهو حاضر، ربي قال راح نجعله في الأرض خليفة. ومن بعد ربي كيفاش راح يجعله في الأرض خليفة؟ قالوا اسكن أنت وزوجك الجنة. قالوا اسكن، لأن ربي يتكلم هنا على المآل، وش راح يسرى؟ شفت هذيك الحكاية؟ الآن شوف هما قالوا له الملائكة، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وبعد ربي عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، وبعد علموا الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، وبعد قال الملائكة سجدوا لآدم. ثم باش جا السجود؟ كي سجد آدم وسرى، سجدوا الملائكة لآدم، ليس تعظيما وإنما تحية وإكراما. الآن هذا المكان اللي عطاه ربي لآدم حب يقول لهم بلي هذا الإنسان عنده العلم، رغم أنه فيه شهوات وراح يعمل وراح يعمل، بصح عنده علم الإنسان، يقدر يخدم. وأن الخليفة اللي نسحقه يعني اللي نحبه في الأرض يكون عنده بالعلم، العلم لازم هو الصح. فمشى آدم ونزل الأرض، يعني بعد ما سكن في الجنة كلا من الشجرة، وكانت النهاية وشن هي؟ النهاية أن يكون الناس في الأرض، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، خلاص تعنينا وين؟ في الأرض، خلاص تعنينا أن نكونوا خلفاء الله في الأرض. هذيك قالها ربي في الأول إني جاعل في الأرض خليفة، ما قالوش راح نخلق آدم ونحطه في الجنة وبعد يأكل من الشجرة، يعني تكلم لهم عن النهاية وش راح تكون، أن في الأخير في النهاية راح نتخذ أسباب وراح ندير أسباب باش يكون آدم بعد ذلك في الأرض، سنة من الله خلقها وجعلها حتى يوم القيامة، يهبط بعضنا لبعض عدو مع الجن مع الشياطين، نكون أعداء للشيطان وحزبه، وبعد ذلك نمارس عبادتنا في مجاهدة للشيطان، ومن نجح في هذا دخل الجنة، ومن لم ينجح دخل النار. وهذه هي القضية كاملة اللي دارها ربي سبحانه وتعالى في الحكاية. الآن ربي عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هذا وش معناتها؟ خليفة، الخليفة يراد به هنا الإنسان الذي سيبقى في الأرض يطبق أمر الله ويمثل شرع الله، لأن الحلال والحرام من الذي يقوم به في الدنيا؟ الإنسان. من الذي راه الآن يتجسد فيه دين الله؟ شكون اللي يشوفوا فيه يتوضأ ويصلي
ونقولوا له حرام يحبس، نقولوا له حلال يعمل. الانسان هذاك الانسان هو الخليفه الذي يطبق امر الله في الارض، هذاك هو الانسان كامل. ومعنى الخليفه ان الخلف عنده يقابله ماذا؟ سلف، معناتها واحد يخلف واحد. العلماء واش قالوا؟ قالوا واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، هذا نعي لكل نفس بانها ستموت، وكان يحيي خلفها نعي باللي ربي اعطانا كلمه انت خليفه. واش معناتها خليفه؟ معناتها ماكش قاعد فيها، معناتها انت تخلف ويخلفوك وتجي ماشي الدنيا كيما الليل والنهار، تموت انت ويجي ناس موراك وتمشي الدنيا بيك ولا بلا بيك، ودير في بالك بلي ماحش تقعد فيها. ولذلك قال خليفه، وخليفه هي كلمه تقتضي النعي، النعي لبني ادم بانهم كلهم سيموتون وانهم يخلف بعضهم لبعض. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ان يشاء يذهبكم، يذهبكم ربي سبحانه وتعالى ان يشاء يذهبكم. واش قال؟ ويستخلف من بعدكم ما يشاء. الله سبحانه وتعالى قال وجعلناكم بعض، وجعلنا بعضكم لبعض خلائف، قال وجعلناهم خلائف الارض، خلائف الارض يعني يخلف جيل يجي جيل ويجي جيل وراه ويجي جيل وراه. اين الاجيال التي سبقت؟ ذهبت، استخلفت، جاءت اجيال في مكانها. وهنا نسمع ان كلمه خليفه ليست للمكوث، وانما هي كلمه تدل على الارتحال، ان الناس لا يبقى احد، كما قال عليه الصلاه والسلام في ذهاب الاجيال، قال انه بعد 100 عام لم يبقى احد من هذه الانفس على الارض، ما يبقى واحد، جيل يروح كامل كما راح ويجوا ناس اخرين. وهكذا سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه، جاعل في الارض خليفه. الارض راهي كانت معلومه عند من؟ بعد ما خلقها الله وسواها وحضرها ووجدها وجعل 7 سماوات طباقا ومن الارض مثلهن، بعد ما كملها وكل شيء قال الملائكه اني جاعل في الارض خليفه. اذن الارض وجدها ربي وهيئها من اجل ان يجعل فيها انسانا يعبد الله تبارك وتعالى. يعني شوف هذه التهيئه وهذا التحضير، وكانه يعني الله ينتظر منك شيئا، ينتظر منك شيئا. ما هو؟ ان الارض هذه والسماوات والدنيا كلها بجبالها وسهولها وانهارها وفجاجها كلها انما من اجل ان تعبد الله وحده لا شريك له، كل من اجل ان نقيم لا اله الا الله وحده لا شريك له، لان الله خلق السماوات والارض ليقوم الناس بالقسط بالعدل، واعظم قسط يقوم به الناس هو لا اله الا الله محمد رسول الله. إذن قالوا الملائكة ماذا قالوا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. شوف سفك الدماء من الفساد. لو كان قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، دخل فيها سفك الدماء، كلمة الفساد دخل فيها سفك الدماء، وهذا من باب عطف الخاص على العام. معناتها علاش قال لنا سفك الدماء وحدها؟ معناتها من أعظم الفساد أن يوجد الله الخليفة وأنت تقتله، من أعظم الفساد أن يوجد الله الناس في الدنيا وأنت تقتلهم. اللهم صلِّ بنا في يعني. الحمد لله غاثنا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يغيث قلوبنا، يعني دعوناه واستجاب سبحان الله، الحمد لله اللهم لك الحمد. لأنه المشكل ماهوش في الماء، المشكل ماهيش في الماكلة، أزمة ماهيش مادية، أزمة أخلاقية وإيمانية، هذا هو المشكل تاعنا احنا. والا او قالنا ربي ها ادوا على روحكم الدنيا، هاي المطر كاينه، نسال الله يبارك لنا فيها ويجعلنا من الشاكرين. او قالنا تحبي حارت لكم في الدنيا، هادو رزقكم ها فيك، والاخلاق والتربيه وراهم، هذوك هما اللي نبكيو عليهم، هذوك هما الازمات نتاع الصحه اللي خلات الامه كما يقولوا اليوم تتفرج على اخوانها كيف يؤكلون، قاعدين يتفرجوا في ان غزه كيفاش يموتوا ومكتفين ونتفرجوا إلى أن يخلصوا، نسأل الله ينصرهم. إذن الله يصلح حالنا يا رب. إذن هذا الخليفة ربي أوجده، أوجدني أنا وأنت وفلان 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 وفلان. القاتل اسمع مليح، القاتل هو عكس أو يخدم عكس عملية الإحياء التي هي من أمر الله.
ربي راه يخلق في الناس لا تقتل فيهم، تخيلها. إذن لذلك ذكر سفك الدماء لأنه ينافي مقتضى وجود الخليفة، ينافي سبحانه تبارك. الآن الخليفة ربي يحب يحط لنا الناس في الدنيا وانت تقتل فيها، ولذلك سفك الدماء من الموبقات كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس بغير حق، أن تقتل نفسا بغير حق. وقتل النفس تعتبر من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ولذلك بعض العلماء يقولون قتل النفس هو الذنب الذي لا يغفر. كاين العلماء وكلام قوي، كلام قوي هذا. قولك علاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد، يعني ما من رجل يقتل نفسا إلا وتأتي تلك النفس، في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخذ بتلابيب قتيلها. كل واحد قتل واحد إلا ويجي يوم القيامة يحكمه ويقول له يا ربي هذا قتلني، يا ربي هذا قتلني، فيسأله لما قتلته، فيما قتلته، فيأخذ إلى النار فيلقى في النار. ولذلك العلماء وش يقولوا، القتل شيء عظيم. ولو أننا عندنا إحنا حديث 99 قاتل 99 نفس وزاد كمل بالمئة وغفر الله له سبحانه وتعالى، إلا أن قاتل النفس شيء عظيم. ولهذا العلماء وش يقولوا، يقولوا أن قتل النفس ليس كبيرا وإنما هو مهلك، يعني وش يسموه إحنا الموبقة، الموبقات أكثر من الكبائر، الموبقات هما مهلكات، مهلكات. وجعل الله منها قتل النفس، وجعل الله عز وجل قتل النفس من ثلاث ذروات الذنوب، الذنوب ثلاثة، طاعة الشهوة، القوة الشهوانية، وهي ماذا؟ أعلاها كيطيع الإنسان يطيع الشهوة تعوش يدير الزينة، وطاعة التطرف الفكري والضلال العقلي. وشن هو؟ كي يهبل 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 يشرك بالله. وطاعة القوة الغضبية كي تغضب وتكتر تكتر تكتر تقتل. هذو الثلاثة هم رؤوس المعاصي، الذروة، البلافون تاع المعاصي. ولذلك ربي ذكرهم في أواخر سورة الفرقان، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثلاثة أمور هي الأعظم عند الله تبارك وتعالى: الشرك بالله وهو رأسها، قتل النفس بغير حق، والزنا. العلماء يقولون قتل النفس أعظم من الزنا، قتل النفس أعظم من الزنا. نقول لك علاه، لأن القتل قتل ما عندكش فيه شهوة، يعني باش تلحق تقتل معناتها حقيقة القلب هنا راه مريض. وأما الزنا فهو بدافع شهوة، ممكن يغلط الإنسان، ممكن الشهوة تغلبه يغلط، يعني مش لا يدل على أن الزاني خبيث، يقدر يغلط الإنسان ويتوب إلى الله. وهذا الزاني هذا مسكين الله غالب في يوم من الأيام غلبته نفسه كذا وما قدرش يشدها وغلط. فرضا لو غلط الإنسان هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا الإنسان لا يدل على أنه خبيث، ممكن يكون ناس ملاح وغلط. بصح القاتل هذا ما تكلموش على اللي يدافع على نفسه وكذا، ما تكلموش على هذه الامور، تكلموا على القاتل اللي يقتل حقدا، يقتل غضبا، يقتل قتال، يعني باش يلحق يقتل معناتها خبيث. لذلك قتل النفس اكثر من الزنا، والله عز وجل رتبهم: الشرك، قتل النفس، والزنا، ثلاثه. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هنا تأتي الآية أن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل كمن يعني لم يرتكب شيئا، كما قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن قال الله عز وجل، الملائكة تقول لربي سبحانه وتعالى، تقول له يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. على كل حال الملائكة صدقوا ولا ما صدقوش؟ صدقوا، عندهم الحق الملائكة. شو شنو نديروا احنا؟ وري لي حاجة تفسد ما درناهاش، كلش 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 كلش. يعني الآن احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم رانا
جمعنا جميع الموبقات اللي داروها الاقوام الاولين لميناهم كامل انا نديروا فيهم دركا في وقت واحد. هذه المصيبه تاعنا احنا هنا اللي نخافوا على روحتينا. شوف تحكم انت القران تلقى قوم لوط داروا الشذوذ، ومن بعد قوم شعيب طففوا الكيل والميزان، اليهود سحروا اكلوا الربا، شوف عادوا الصالحين داروا كلش. شفت هذوما الناس اللي يحكي عليهم ربي كامل لميناهم كاع رانا نديروا فيهم دركا كامل. أمة محمد صلى الله عليه وسلم راه يدير في كل الهموم اللي دارتها الأقوام الأولى، لمينا كاع الشر أنا نديروا فيه. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، نسأل الله يصلح حالنا. إذا الآن لما قال الله تبارك وتعالى للملائكة، الملائكة قالوا يفسد في الأرض ويسفك فيها، لأن الملائكة عاملين أن الحساب الأصلي أن وجود الخليفة أن يصلح ما يفسدش. الأصل في الخليفة أن يحطك ربي في الأرض أن يكون الأمن والأمان والصلح والخير والقلوب صافية والعيش في أمان، لا يوجد سرقة ولا كذب ولا قتل ولا سحر ولا غدر ولا 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 ولا. ولكن إحنا العياذ بالله عملنا كل شيء. الملائكة كانت تعرف يعرفونا، عارفيننا بلي كي نحطوه رجلينا في الضرب عندنا ما نعملوا. والدليل غير حط ربي عز وجل هابيل وقابيل قتل واحد الآخر مباشرة، بدأوا بها، يعني معناتها الملائكة ما كذبتش. ولكن الله لم يقل الملائكة راكم غالطين، ربي ما قالهمش راكم غالطين، لا لا ما دافعش علينا ربي، لأنه حقيقة ما قالهمش لا البشر اللي يحديرهم في الأرض ناس ملاح، نعم مفسدون ونسفك الدماء، ولكن ربي عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني كاين ناس صالحين، يعني هي الحكاية دايرها هنا، القانون عامل هكا أن ربي ينزل في الأرض ناس ويجعل الشيطان عدو لهم امتحان من الله. هذه الامتحان تاع ربي داير هكا مخدوم كيما هكا، وقال لنا باللي راح يخلق فينا أنبياء ورسل وناس صالحين وناس ناجحين وناس راح يعيشوا في وسط الفساد ويصلحوا ويسقموا. يعني حب يقول لنا باللي أنا ندير لكم واحد التشكيلة، الشيطان والنفس والهوى والدنيا، والدنيا تجيك تغرك تتزين لك بزينة لا تغرنك من حياة الدنيا، ونعطي لك ونحطك في وسطهم ونجح تنجح ندخلك الجنة. هذه هي هكذا الحكاية موجودة، يعني باش ما تبداش تقولنا علاه ربي درت لنا هذه وهذه وما خليتناش كاع على سبلاح. هو حب يديرها هكذا، ربي سبحانه وتعالى درنا القانون هكذا، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني إني أعلم كيف سأرتب الأمور، إني أعلم كيف أضع قانون الخليقة في الأرض، بأني سأنزلهم، أنزل آدم ويبقى آدم في الأرض ويجيب ذرية وننزل الشيطان معه ويولوا بعضهم لبعض عدو، والآن تبدأ المعركة. ولذلك أنت الآن هذه المعركة اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه المعركة كل ما يزيد واحد كون تروحوا للماترنيتي وين يزيدوا الأولاد، وكي تشوف الانسان خرج من عند امه من بطن امه، وكان تشوف الانسان هذا كيبدا يستصرخ يستهل صارخا، الولد صغير كي تخرج انت من كرش يماك يجي الشيطان يضربك كما قال عليه الصلاه والسلام، يجي الشيطان ينغزك الشيطان تبدا تبكي يقول لك خلاص ابدا حياتك. شفت هذيك اللقطه يحب واش يقول لك الشيطان؟ او يقول لك باللي دير حسابك باللي من دوكا نبدا انا وانت من دوك. شفت هذيك اهبطوا لبعضكم لبعض عدو، راهي تصرى كل انسان يزيد كي بعيط، هذيك هي الايه اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كل ما يزيد واحد يجيه الشيطان يضربه يعيط يقولوا انا اللي نغزتك باش نقول لك ايه نبداو نلعبوا ايه نبداو الحكايه، من دوكا انا العدو تاعك ومانيش قاعد حتى ندخلك الجهنم، وانت تبدا تكبر وتتعلم وتشوف ويقول لك بالك بالك هذاك الشيطان يدير لك هكذا، رد بالك وتعلم وتغذي نفسك بالدروس والايات والاحاديث والقران وغير ذلك. علاه؟ هذه كامل هي العضلات والقوه والحصن الذي تتحصن به باذن الله من ذلك الشيطان العدو، لنهار نغزك نهار زدت هذاك اللي يحب يدخلك جهنم، تبدا دائما انت خايف منه تقول لا انا هذا مستحيل ما يدينيش ما نقدرش. ولهذا ربي عز وجل واش قالنا في الطريق السليم في النيل من الشيطان، وكذلك الاستقامة على طاعة الله عز وجل والنأي بالنفس عنه. قال الله
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر بلي هذاك الإنسان من الشيطان هذاك راه جا نغزو وعدو، وإذا مادام عدو قال الله تبارك وتعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، مستحيل يجيني من مكان ولا منا ولا منا بأي صورة كانت، عنده فطنة الإنسان، وهذا هو الأصل في الإنسان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أنت هو نزغك في البداية، وهذيك النزغة تاع البداية كي كنت أنت خارج من بطن أمك هذيك هي الآية، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كل مرة تتكرر، كل مزيود تتكرر فيه الآية، يذكروه بالآية، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكن حنا دوك هذاك الولد الصغير هذاك اللي زاد ما يعرف والو، ما يعرف والو، ما نقراولوش الآية نقولوا له اهبطوا بعضكم لبعض عدو، جه الشيطان وطبقها فيه مباشرة. إذا نهار بكيت أنت علم بأنها قد بدأت الحرب بينك وبين الشيطان، ولهذا ربي قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنا الذي سأجعل قانونا في الحياة الدنيا وهي وجود الشياطين، شياطين الإنس والجن والهوى والدنيا وغيرها والشهوة الموجودة في الإنسان، كلها عبارة عن مغريات، عبارة عن أمور تأخذ الإنسان إلى جهنم. والإنسان عنده ناس صالحين، أنبياء، رسل، طريق مستقيم، عنده قرآن، عنده السنة، عنده أشياء كثيرة يتعلم يتحصن حتى يستطيع بعد ذلك أن ينأى بنفسه عن كل هذه المغريات والأمور التي ممكن أن تأخذ به إلى جهنم حتى يسلك. وأعطانا الطريق المستقيم، أو قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان واحد في الإنسان هذا قبل ما يقول ربي هذه الكلمة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وين راه الإنسان؟ أين كنا أنا وأنت؟ ما كنا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وبعد قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن عندك قانون، إذن ربي عز وجل قال لهم أنا عندي قانون راح نديره في الأرض، دوك يسفك الدماء كذا، كاين حكايات، كل حاجة مربوطة بخطها، كل حاجة مربوطة بخطها، كاين أمور ربطة بربطة، ما كاينش حاجة في الدنيا إلا تتربط بخطها. القتل تاع إنسان، سفك الدم تاع الإنسان قد يكون رزقا لآخرين، يعني كاين واحد الشيء ما تبغيش تصور، وهذاك الموت تاع هذاك اللي مات مقتول. نعم، وما كانش معترض على امر الله، هل نقدر نقولوا باللي كانت تسال على الحكمه علاش الله عز وجل دار الانسان خليفه في الارض؟ نعم، إيه. الحكمه هذا هو إيه. لانه ربي عز وجل بارك الله فيه، الملائكه دوك الان كي قالوا هذا الكلام، لذلك قال العلماء استفهام استعلامي. واش معناتها استفهام استعلامي؟ معناتها ويعني كي يجي نعطيكم مثال، يجي واحد يقول لنا انا نقدر ندير هذيك الحاجه، حنا نقولوا كيف هذا يوزن 60 كيلو، كيف يشرب 200 كيلو؟ نقولوا له ما نقدروش نكذبوها، بالك يقدر، ما عبلناش، واثق من نفسه، نعرفوه بلي الانسان ما يكذبش. نقولوا له تقدر ترفضها؟ حنايا لو كان يشوفنا الانسان واش يقول؟ يقول بالك ماهوش ما دخلتلوش في الراس. ولكن حنا شو تعجبنا، ولكن انا نطلبوا منه ورينا، ورينا تشوف اعطينا كيفاش تقدر ترفضها. فهو يجي ورينا نقول انا كيفاش نرفضها. الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الآن قال إني أعلم ما لا تعلمون، لو كان حبست الحكاية هنا راح نقولوا الملائكة ماهمش يسألوا الحكمة، وربي ما عطاهمش الحكمة، مروها لهمش، بصح من بعد واش قال لهم؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ربي ورى لهم الحكمة عمليا كما قال المفسرون، عمليا عمليا ورى لهم كما قال المفسرون. وسنأتي إلى الحكمة الكبيرة اللي ذكرناها مرة في درس من الدروس في سورة الفاتحة، أعظم حكمة ليكرم الله عز وجل ابن آدم، أعظم حكمة، الله خلقنا ليرحمنا، ولذلك إلا من رحم ربك ولذلك خلقها، خلقنا ليرحمنا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفيه شهوة وعقل، وخلق الملائكة وعندهم عقل. الملائكة الآن كي قالوا يسفك الدماء كذا يعرفوا بالتركيبة تاعنا زايدة على التحام، فينا عندنا شهوة احنا هم ما عندهمش. فالآن الملائكة لما قال سألوا السؤال هذا، ربي عز وجل أعطانا مع العقل زدنا العلم، فلما يكون عندك عقل وعلم
تزوج العقل بالعلم يقتل الشهوة، يتحكم فيها، هو يسيرها. ولذلك أنت الآن مشيت تزوجت، شكون اللي قال لك تزوج؟ على ما رحت تعاملت بحياة بهيمية، تفعل ما تشاء، تقضي شهوتك أين شئت، على رحت تزوجت، عندك عقل. سما قلت أنا عندي شهوة، شهوة ما نقدر نتحكم فيها، لازم نحطها في حلال. أنا نحطها في حلال، نجيب منها ذرية، ذرية طيبة، نكون أسرة، والأسرة بعد ذلك تكبر، وولد صالح يدعو له. سما شوف الحكمة وين قلت، يعني هذيك الشهوة اللي كنا نستناو دخلك الجهنم، دخلاتك وين؟ خلتك صدقة جارية وجعلتك أهل الجنة. فالآن مش هو القوة، القوة راهي في العقل بإذن الله، على كل حال العقل والعلم. ولذلك علم آدم، زاد له العلم، حب يقول لهم بلي هذه الحكمة تاعي، أني راح نحط خليفة بالعلم. وهذا العلماء يقول لك هذه القصة يذكرها العلماء في باب فضل العلم، فضل تاع العلم. يعني أول حاجة ربي عز وجل حب يكرم بها بني آدم أو آدم ويبين ويفضله، وهو ماذا؟ هو العلم. علم آدم وقال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني لأن ماذا؟ لأن مفهوم الاعتراض بتاع الملائكة ما هو؟ هو الأولوية، أن الأولى أن الملائكة تكون في الأرض، الأولى أن تكون الملائكة في الأرض، لأن الملائكة ما يسفكوا دماء ولا عندهم شيء، ما عندهم مشكلة ولا يفسدون، لأنه معلوم شهوات. علاش يقتلك؟ ما يحسدش، قلبه نظيف، علاه يروح يجري؟ ما يجري، ما يدير والو في الدنيا، يعبد ربي وخلاص. علاه؟ لأنه ملك، ملك ما عندوش شهوة، لا يتكاثرون ولا يأكلون ولا يقضون حاجاتهم ولا ينامون ولا أي حاجة، يعني يعبدون الله بالليل والنهار عليهم السلام. أما نحن فنحن نحتاج إلى أكل، إلى شرب، إلى استرزاق، إلى ذرية، نضعف ونطلع ونهبط ونغضب، فينا تركيبة عجيبة. هذه التركيبة التغلب عليها وتهذيبها وتنقيتها هي الحكمة التي أراد الله أن يجليها في آدم وفي الخليفة. لذلك قال لهم هاوليك إنسان كما تعلمونه فيه شهوة وفيه عقل، نزيد له أنا العلم، ولما نزيد له العلم ونحطه في الأرض ونجيب له العدو، راح نوريكم باللي كاين من الناس صالحون كثر، أنبياء وصالحين وأولياء وصديقين وغير ذلك، عندما يتزاوج فيهم العقل والعلم سيتغلبون على تلك الشهوة وعلى تلك الشياطين، وسيدخلون الجنة رغم وجود وحل في الدنيا. وحل الدنيا، الدنيا شو فيها؟ فيها نفسك، نفسك واحد راح تغلبك، نفسك، غضبك. أحيانا الإنسان يتصارع مع غضبه، أحيانا الإنسان يتصارع مع نفسيته وتفكيره، أحيانا الناس تتصارع مع الوساوس، وأحيانا أنت تتصارع مازال غير نفسك، ما خرجناش للزنقة، تتصارع مع شهوتك، نعمل ما نعملش، ندير ما نديرش، تتجه المال، تتجه النساء، تتجه المنصب، تتجه الرياسة. أحيانا أنت تكابد وتجاهد الرياء والغرور والإعجاب بالنفس، مجاهدة كبيرة، هذه غير داخل نفسك برك. تجاهد ماذا؟ تجاهد حب المال وحب الجمع، تجاهد حب الحياة، طول الأمل. كلنا نحب نعيش ونحب نكون عندنا أموال، نحب نتسلط ونحب نكون أفضل من الناس، نحب نكون رؤساء حكماء، نحب كل شيء في أيدينا، لأن الإنسان يحب هكذا وحده، طبعه يحب المدح، يحب الناس كامل تشكره، يحب الظهور، الناس قاعد تعرفه كامل مشهور عند الناس. هذو ما كامل شهوات عبارة عن شياطين مركبة في الإنسان داخل، هي وحدها برك دخل الانسان جهنم. مازال ما حقناش على ابليس، مازال ما حقناش. ومن بعد لما نروحوا الجهه الاخرى، الشيطان ابليس لعنه الله ومن معه، واش مسخر لك من شياطين الانس والجن؟ يعني كاين ناس راهو كمل معهم ابليس وحولهم ورجعهم شياطين انس، هما عباد كيما انت، راهو رجعهم خلاص كيما انت كيما هو، وراهم لاصقين فيك وراهم يزيدوا عليك انت، عليك اللي فيك نفسك وشهوتك، هما زادوا عليك هذوك الناس. وزيد على ذلك من زاد ابليس وجنوده والدنيا بغرورها. دنيا لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم، لا تغرنكم الحياه الدنيا، لان لماذا؟ لانها جات في غير هيئتها، الهيئه الحقيقيه ما هي؟ وما الحياه الدنيا الا متاع غرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الدنيا فيها والو،
بصح الحقيقة واش عندنا حنا؟ قصور وأموال وحياة ومراحل من الحياة ومرحلة تعليم مرحلة عمل وزواج وندير ونعمل 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 شو كما يقولوا كسلناها وجعدناها الدنيا في نظرنا إلى أن صارت كبيرة 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 حتى ولينا نقولوا قد الدنيا وين كاش دنيا دنيا ربي سماها حتى ولينا الدنيا عندنا كبيرة كبيرة بزاف وهي ربي عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة يعني عند ربي في الميزان تاع ربي الدنيا لا تزن جناح تاع ناموسة وحدة ما تلحقش باش توزن لو كان جات توزن جناح بركة والله ما يدي الكافر منها قطرة تاع ماء لأن خلاص ولات عندها قيمة عند ربي بصح كي ما عندهاش قيمة ما لحقتش حتى الجناح تاع البعوضة ربي ولا يمد الكافر ويمد المسلم أكل واشرب ماشي مشكلة سهلة لذلك عطاء الدنيا لا يعتبر منحة من الله لذلك قال ولا تفرحوا بما أتكم سمى الدنيا أنني دايرها ما تسواش وكي نعطيها لك لا تفرح وهذا كل ما ورد النهي عن الفرح في القرآن هو نهي عن الفرح بالدنيا ما يجوز تفرح بها ونعبك تاليك اللي أعطاها لك ربيع دخلك جهنم ولذلك قالوا لي قارون لا تفرح إن الله لا يحب فرحين تفرحش والأخرى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أفرح نهار يوفقك ربي تقرأ في القرآن تدبر القرآن تطلع إيمانك تصلي مع الناس تتوقف عن معصية تمسك الغضب بتاعك تكون حكيم تكون إنسان متخلق متربي أفرح أفرح نهار تتعلم حاجة جديدة أفرح نهار يوفقك الله لعبادة أفرح نهار تكون طائع للوالدين افرح نهار تكون انسان محسن لغيرك نهار تكون انسان ما شاء الله تحس باللي راك تنفع المجتمع تفرح بصح تفرح بدنيا مين على بالي عطاها لي ربي بالك هذه اللي تدخلني جهنم مين على بالي ان هذه سياره ولا دار ولا لبسه ولا بالك هذه هي الشيء المادي هذا هو اللي يدخلني اذا نسال الله البركه فيه ونشكر الله على النعمه ولكن هذاك الفرح نقول انا اتاني الله من فضله وما شاء الله ما دام اعطاني معناتها يحبني غلطه ولذلك ربي عز وجل قال ولا تفرحوا بما اتاكم اذا الدنيا ما تسوى عند الله فجعل الحكمه التي اراد الله ان يبينها للملائكه هي ان هذا الانسان بهذه التركيبه وستجدون ان من الناس من سينجح وسيدخل الجنه وسيكون من الصالحين ولذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول ان الانسان لما خلق من شهوه وعقل والملائكة خلقوا من عقل وأن البهيمة خلقت من شهوة ولا عقل فإن الإنسان إذا كان غلبت شهوته وعقله تدنى إلى مستوى دون البهيمة فأولئك هم شر البريئة أو البرية يعني خليقة تهبط كنت في الوسط تهبط تحت البهيمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أما لذلك الكفار كي عاشوا ما يستعرفوا لا بالحلال لا بالحرام كلش حلال يدير واش يحب قد يركب على امه عادي كي عاش كي البهيم ربي قال انهم الا كالانعام كي عاش كيما البهيمه ولا يحب البهيمه يحبها هو يحب انه يعاشر كلب وما يعاشرش بنادم هو يحب امراه تعيش حياتها كامله حتى تولي عجوزه تخلص عليها مع كلب ولا مع قط ولا ترى احفادا ولا ترى اولادا ولا ترى احدا هذيك حياتها مسكينه ولا الانسان هذا هم الان عظموا البهيمه لانها شابهتهم لانهم لا دين عاشوا حياه بهيميه ربي يوصفهم ولذلك الكافر يوم القيامه ربي ياتي بالخلائق كلها يجيب كاع الخلائق وهذوك الخلائق ربي عز وجل يدخل الكفار جهنم والمسلمين يجوزهم من الصراط نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة ويدخلهم الجنة والبهيمة يجوزها ربي عز وجل على ماذا؟ على جسد المظالم ويقتص من الشاة القرناء قرنها يقول أنت يا أرواحي تضربتيها كسرتي لها القرن تاعها في الدنيا عاودي خلفي لها لماذا؟ هذوك ماشي يدخلوا الجنة والنار علاه يدير لهم هذه الحكاية؟ على المحاكمة تاع البهايم علاه؟ علاه لماذا؟ ليظهر الله الحق وحتى ويأخذ من الظالم حقه حتى ولو كان بهيما يعني ليقوم بالقسط والعدل
قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ولو كانت بهيمة ولا فلا تظلم نفس شيئا ولو كانت بهيمة. فإذا لما يكمل معهم البهائم وش يقول لهم؟ كونوا ترابا. غير يشوف الكافر كافر في جهنم، غير يشوف البهيمة راهي ولات ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا. على أتمنى الكافر باش يكون ترابا، لأنه يقول له يا ربي أنا عشت كيما هي بهيم، عشت كي البهيمة، نورمال ممكن كيما هو تراب، نورمال ممكن تراب. صح لا لا، أنت إنسان، أنت بعثت لك الرسل، البهيمة ماهيش مكلفة، أنت اللي تحملت الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها من؟ الإنسان. فأنت تحملت الأمانة ونزلتك، إني جاعل في الأرض خليفة وبعثت لك الرسل، كل ما تزيد تنسى وتموت ويفوت قرن ولا زوج نزيد نبعث لك رسول جديد، وكل ما نزيد نبعث لك رسول جديد. راهي فاتت ألف وشي من الأنبياء، ثم هذوك المئات من الأنبياء والرسل بعثتهم لكم، كل قرن نبعث لك من ذاك زوج ثلاثة أربعة عشر أنبياء في مرة واحدة كامل في وقت واحد في جيل واحد، أنبياء رسل، وما خلينا لك حاجة، كتاب السنة موجودين إلى يوم القيامة. وإيش خصك؟ علماء ورثة الأنبياء، مات النبي عليه الصلاة والسلام جو العلماء، كل ما يموت عالم يجي عالم، وربي عز وجل إلى يوم القيامة يظهر الحق. وين كنت أنت؟ إنسان أعطيت لك عقل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، علمناه كل شيء، لماذا لم تطلب الحق؟ تعلمت كلش، تعلمت كيفاش يخترعوا، كيفاش يديروا، كيفاش يطلعوا، كيفاش يهبطوا، كيفاش تولد هذه، كيفاش تعمل هذه، كيفاش تتكاثر هذه، كل شيء تعلمته، إلا ربي ما تعلمتوش، إلا ربي صددت عنه. ومن بعد هذا العالم الكبير المخترع في المساء يذهب عقله بالسكر ويقول الله ثالث ثلاثة، يعني لم يهتدي حتى إلى معرفة الحق. وهذا كامل لما يكون في جهنم راح يقول يا ليتني كنت ترابا، أنا تاني كنت عايش كي البهيمة هذيك، كان غير داروني كيما هي. يتمنى أن يكون ذلك، ولكن لا يكون كذلك. وهذه الحكمة التي من أجلها وضع الله هذه الخلافة، خلافة الإنسان في الأرض، من أجل إدخاله في هذا الامتحان. ولكن هذا الامتحان كان نتيجة لقصة وقعت. كيفاش بدأ الامتحان؟ هيأ له ربي السبب، هيأ له الله عز وجل السبب، وسأذكر لكم الحكمة على هذا السبب. فبدأت حكاية السبب، بدأت حكاية السبب، لأن إني جاعل في الأرض خليفة، الأصل فيها تبدأ اهبطوا بعضكم لبعض عدو، من تبدأ الخلافة؟ وإلا كي كان آدم في الجنة ما كان مازال بدأتش خلافة. إذن ربي يحكي لنا كيفاش بدأت. قال وعلم آدم الأسماء كلها. شوف الآن الأسماء كلها ما عندناش فيها ما عندناش فيها حاجة إلا بعض ما استشفه العلماء من سياق الكلام في الذكر العاقل وما العاقل. ولذلك قال علم آدم الأسماء كلها. الآن نبقوا عند كلها، ما نزيد من نقص، يعني كل شيء كل شيء كل شيء. علموا أسماء الماعون، أسماء الدنيا، أسماء موجود في الحال من حول الدنيا، أسماء المواقيت، صباح مساء الليل النهار، علموا كل شيء، كل حاجة علمها لله عز وجل. ولذلك العلماء الذين يصنفون في علم اللغات يقولون ما تعلمه آدم عربي، وأصل الكلام عند الله هو العربي، الأسماء كلها هي العربية، وبعد ذلك اللغات الألسن التي جاءت عند الناس ليست هي نفس اللغة. ولذلك سيكون يوم القيامة الكلام كلام عربيا. ولهذا لما ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحوار الذي سيكون بين العبد وربه يوم القيامة باللغة العربية، يقول أتهزأ بي وأنت الملك، يقول الله عز وجل إني على ذلك قادر باللغة العربية. ولهذا الكلام ليسرى راه باللغة العربية عادي، ومشي مشي انتصار، هذا مشي جهوية، العربية كي نهضروها نتكلموا نوسعوا عقلنا، نوسعوا عقلنا، ما نقولوش بهذيك العقلية، نوسعوا عقلنا كي نتكلموا على العلم، العلم اللغة العربية، العلم في القرآن، نتكلموا خارج الجزائر، نتكلموا على الدنيا كاملة كاملة، على بالكم بلي ماناش وحدنا في الدنيا، تسمى كاين الهندية، كاين الأردية، كاين بزاف،
كي تكون تهضر على العربيه ما تخيلش بلي كاين قبيليه امازيغيه وعربيه برك في الدنيا. كاين بزاف ناس كيتكلم على العربيه يقابلها بالامازيغيه. يا راجل يا راجل، اللغات بالمئات الا ما نقولكش بالالاف، اللغات اللهجات ما نحكيلكش اللهجات. يعني اختلاف السننا ايه من ايات الله، واختلاف السنتكم، يعني ربي اختلف اللسان تاعنا حتى يبين بلي ايه من ايات الله. شوف واحد يهضر بالامازيغيه، واحد بالارديه، واحد بالهوسه، واحد بالتركيه، واحد بالفرنسيه، واحد بالانجليزيه، واحد بالعربيه، كل واحد واش يتكلم. هذه من ايات الله سبحانه وتعالى واختلاف الالسن. اذا الان لما تكون نتكلموا على اللغه العربيه ماشي معناتها مقابل لحاجه معينه في راسك، لا نحيو الحكايه هذه. حنا نتكلموا علم علم، ماشي نتكلموا جهويه كاع. ما تجيش تقول هذيك تسمى ما يعني حبيت تقولنا بالعربيه خير من الامازيغيه، ما عندهاش علاقه الامازيغيه هنا كامل، ومام الفرنسيه ومام الانجليزيه ومام الهوسه ومام الهنديه ما عندهمش علاقه. انا نتكلموا بلي الاصل في اللغه عند ربي في القران ذكرنا بلي كانت الخطاب هو الخطاب عربي. ولذلك علم ادم الاسماء كلها باللغه العربيه وعرضهم على الملائكه باللغه العربيه كما جاء في بعض الاحاديث. ولذلك واش قال؟ قال العلماء قال ثم عرضهم على الملائكه. شوف كلمه عرضهم ما قالش عرضها، قالوا علمهم اسماء الامور العاقله، يعني الرجل، المراه، الطفل، البنت، هذوما الامور، الامور كما يقول التي تعقل. والصحيح ان الاسماء كلها كلش كلش. وقال الملائكه، جاب عرضهم على الملائكه. وش عرض ربي على الملائكه؟ عرض الاسماء ولا المسميات؟ مسميات. عرض لهم حوايج كما نقولوا احنا، تجي تقول لولادك وشنو هذا؟ يقول لك هذا كاس. تجي تقول لهم وشنو هذا؟ يقول لك هذه قاروره. تقول لهم وشنو هذا؟ يقول لك هذه منديل. إذا أنا واش راني نعرض؟ نعرض المسميات. والأسماء شكون يقولها؟ يقولها الإنسان اللي يسأل فيه. إذا الملائكة الآن ربي كيعرض عليهم، قال علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني الأشياء هذيك المخلوقات إن كانت أشياء أو بشر أو أي شيء، المخلوقات هذيك ربي قال لهم أعطوني اسم هذو، ما هي؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذا كانكم تقولوا بلي إحنا رانا نقولوا كيف تخلق ناس يسفكوا الدماء وغير ذلك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني هنا ما ذكروا الأولوية كما قلنا، يعني إحنا الأولى أن تضع ملائكة في الأرض، ملائكة راح ما يصير حتى مشكلة. ولكن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يضع في الأرض ملائكة فقط، أراد أن يضع امتحانا في الأرض، وليس حياة مثل حياة السماء. حب يدير ربي عز وجل أراد أن يضع في الأرض حياة امتحانية، حياة فيها امتحان. ولذلك طبيعة الممتحن أن يكون عنده شهوة، طبيعة الممتحن. ولذلك هنا نرد على كل إنسان يقدر يسألني قلنا بصح علاش ربي ما خلناش كامل نعيشوا لاباس، نحن الحقد، نحن الشهوات، ونحن الغضب، ونحن هذيك الاشياء الموجوده في نفوسنا، ونحن الشيطان على جهه، وخلنا نعيشوا في امان كما الجنه. تسمعي نعيشوا شو نعيشوا كما الجنه. ربي لا ارادنا في الدنيا نعيش امتحانا، وطبيعه الامتحان عامله هكذا. يعني لو كان كل واحد فينا، قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا كم يديروا ذنوب لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. اذا هذه المغزى من الحياه، اننا نعيش في الدنيا ولما نغلطوا نعاود نولوا لله. وهذاك الرجوع الله يريد منا هذا، يريدك عبدا عبدا رجاعا الى الله. واش معناتها عبد؟ معناتها بشهواتك باخطائك بغلطات ديالك تعاود تولي ربي عز وجل. هنا السر نتاع القرب نتاعك من الله. ولذلك ابن القيم واش يقول؟ ولما جعل الله عز وجل للانسان شهوه مع العقل، اذا غلب الانسان بعقله شهوته، العقل نتاعو يغلب الشهوه، يولي يقودها الشهوه هذيك، هو يتحكم فيها. لماذا؟ لانه عنده عقل بالعلم وقدر يتحكم فهذيك الشهوه بالحلال وبالحرام، بالتغذيه الايمانيه وبالصحبه الصالحه وبالدروس والحلقات، هو ايمانه، فاستطاع ان يتحكم في الشهوات. هذا الإنسان
قال ابن القيم رحمه الله يرتقي إلى درجة أعلى من الملائكة. إذن أراد الله أن ينفعنا أكثر. بماذا؟ بأن نكون من الصالحين. وإحنا عندنا شهوات، عندنا شحال من حاجة نكبدوها، لما نصلحوا أولئك هم خير البرية. نخلين شر البرية وهذوما خير البرية. خير البرية معناتها خير الخليقة، خيرهم خير منهم كامل. ولذلك ربي عز وجل بدانا بهذه الحكاية، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا فهموا بلي كاين علم وكاين حكمة، بلي ربي عالم عليم بما سيكون، وعليم بما يضع الأشياء في مواضعها، وحكيم سبحانه وتعالى. يعني ما هوش هكذا كبرك، أفعال الله حكيمة فيها الحكمة. إذن قالوا له لا علم لنا، ما نعرف هذه الأشياء. ولذلك لما شوف احنا هنا فائدة، لما يكون إنسان يسألك شيء وأنت لا تعرفه، لا تقول الله ورسوله أعلم، أو لا تقول الله أعلم، قل لا أدري. قل لا أدري، زعما واحد سألك حاجة أنت ما تعرفهاش، قل لا أدري. لأن كلمة الله أعلم ليس جوابا، الله أعلم. كان وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء له علاقة بالدين، يعني حكم شرعي له علاقة بالدين أو خبر يعلمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما يقول لهم أتدرون كذا كذا، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا أي تدري أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. على بليش؟ ما قالوش لا أدري، ما قالوش لا أدري. علاش ما قالوش لا أدري هنا؟ علاش ما قالوش الله أعلم؟ قال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عنده خبر من عند ربي الثاني، لأنه النبي سمح يخبره قالوا تروح عند عرش الرحمن وتسجد كذا وكذا. هذه في ماذا؟ في أمور غيبيات احنا نقول الله ورسوله أعلم. في أمور أنت تعرف شكون اللي كان سرق هدية؟ لا أدري. كي تقولي الله ورسوله أعلم ما عندهاش علاقة، الرسول ما لا يعلم الرسول. كي نقول لك أنا شكون سرق هدية منا، تقولي الله ورسوله أعلم، الرسول يعلم؟ لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ما ندخلوش. كي تقولي الله أعلم، على بالي الله أعلم، ما جاوبتنيش. أنا قلت لك ربي ما على بالوش، لا يعلم، ما هذا جواب في غير محله. يعني كلمة الله ورسوله أعلم ما دينا نقولوها في الإجابة على الدين، في إجابة على الدين. وأما في أمور الدنيا قولك اسمع شكون خبط الباب هي، شكون سرق هذه، شكون كسر هذه، ما تقولش الله أعلم، ما تقولش الله ورسوله أعلم، قل لا أدري. هذا هو الجواب، لا أدري. جاك إنسان قولك اسمع هذه حلال ولا حرام، استفتاك، لا أدري، قل لا أدري. وهذا أفضل جواب، قال العلماء أفضل جواب أن تقول لا أدري كما قال عبد الله بن مسعود. ولذلك الآن شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما ربي عز وجل خاطبه قال وإذ قال ربك الملائكة يعني يا محمد، قال له كلمة مهمة، أن الإنسان اللي هو آدم الذي أنت يا محمد من جنسه، والبشرية كلها راح تكون كما آدم، وعندنا نفس القانون كما آدم، أنه شوف كيفاش فضلتكم، فضلتكم ورفعت من مقامكم بماذا؟ بالعقل والعلم. بالعلم في هذه القصة علم آدم الأسماء كلها، وبالعقل في قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ابن القيم رحمه الله يقول الشيء الذي فضل به الإنسان، مش الدين لأنه هنا يتكلم عن الإنسان كامل بالكافر بالمسلم، الشيء الذي فضل به الإنسان من سائر المخلوقات الموجودة كامل في الدنيا ما هو؟ العقل، عقله. لذلك كان الإنسان هو المخلوق الأول في الدنيا، كل حاجة مسخرها ربي الإنسان، كل حاجة، حتى ولو كان ذلك الشيء أقوى من الإنسان. الحوت، الحوت الذي طوله 30 متر، العنبر الكبير هذا 30 متر، والذي يزن أطنان وأطنان وأطنان، والذي يبتلع بفمه الأطنان من المياه، والذي جعل يونس لقمة في فمه، هذاك الحوت يضربه الإنسان الذي متوسط طوله 1.67 متر متوسط طول الإنسان،
يضرب هذاك الحوت بآلة يقطعه يضعه فوق الطاولة يأكله هذاك الإنسان. يعني إنسان متر وسبعة وستين يجيب حوت تاع 30 متر يقتله ينحيه ويأخذ من زيته وشحمه ويأخذ من جلده ويأكل من لحمه ويستفيد منه كما شاء. هل يخرج الحوت ويصطاد الإنسان؟ هل الحوت يستغل الإنسان؟ لا يستغل الإنسان. ربي يجعلك أنت الدنيا قاع مسخرة تحتك، ولذلك تركب أنت في جمل وفي حصان أكبر منك، وقد تركب على فيل وهو أطنان أطنان أطنان، الذي ممكن أنه بجرة رجل يقتلك. تركب عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، تاعي دوك انا يتحكم فيه. بماذا؟ عقلك، اعطاك عقل. تروض هذا وتروض هذا وتروض هذا، الحصان تروض وتدرب ويولي يمشي تحتك، وكل حاجه تولي تمشي تحتك، والسياره تمشيها وتعملها كل الاشياء، المكابح وغير ذلك، باش انت تولي تحكم فيها. كله من الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا. وهذا هو الانسان لما وضع بهذه الطريقه كرمه الله بعقله، بالعقل ولا الانسان تحكم في العالم. احفر الجبال واحفر الاراضي وعمل انهار وسدود ودار اشياء كبيره. عقله كرمنا بني ادم بهذه الطريقه. والتكريم الحقيقي هو ذلك العلم الذي ذكره الله عز وجل، أن الذي يوصله الى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها اعطاهم وعرضهم على الملائكه وقالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ما عندنا علم، ما دام ما علمتناش ما عندناش من نجيبوا العلم. إذا علمت آدم شيئا أكثر منا وأحسن منا. هناك الله تبارك وتعالى قال وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس. سبحان الله، قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. العلماء وش يقولوا هنا؟ يقولوا هذا السجود الذي سجده الملائكة، سجدته الملائكة لآدم، هو ليس كالسجود المعروف عندنا، وإنما هو انحناء كما الركوع، مثل ما يسجد الناس لملوكهم، هذاك الانحناء الذي يعملوه الناس للملوك، هذاك انحناء، هذاك الانحناء تاع الملائكة. السجود هذاك هو سجود ماذا؟ لأنه يطلق السجود على الركوع والركوع على السجود، فخر راكعا وأناب. الأذان نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن يقول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما. قبلها يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة، خطاب للملائكة وإبليس داخل معه، لأن إبليس كان مقربا وكان له مكان مثل الملائكة، ولذلك الخطاب لما خاطب الله الملائكة كان إبليس معه. ولذلك ربي لما قال وإذ قلنا للملائكة، بمعنى إبليس فاهم الأمر هذا لأنه هو مخاطب. ولذلك لما قال ربي عز وجل لما لم تسجد، ما قالوش أنا ما قلت ليش لي، قلت غير الملائكة فهم على باله عارف. يعني هنا المشكل مش تمام. ربي قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود غير تعظيم، لأن سجود التعظيم لا يكون إلا لله. السجود هذا اللي نسجدوه احنا الذين يكونوا على ربعة سبعة أعظم، اللي هو الوجه وكذلك الكفين والركبتين وكذلك أطراف القدمين، هذه
السبعة التي نسجدها احنا لله عز وجل نسجدها سجود تعظيم، لو نسجدها لإنسان لكفرنا، كون نسجدوها للرسول عليه الصلاة والسلام كفر، كون يجي النبي عليه الصلاة والسلام دوك نسجدوا له ذاك السجود راه كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك كاين الناس يدعي انه شيخ ويقعد في مكان ويجوا الناس يسجدوا له، هذوك تشوفهم دوك في الانترنت وكذا، ويدعي انه انسان يعلم الغيب ويعلم كذا ومعطيت له وأب عن جد وقاعدين يورثوا فيها لان فيها دراهم، في دراهم تسمى كاين فيها كما يقولون عطاء الكبير. فقاعدين الان الناس هذا معطيك وليده او جا راح هو دوك جا وليده دايرين لها قناه لهم، ويقعد هو والناس تجي تتمسح وتسجد عنده عند رجليه. من انت؟ من انت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يسجد له، الصحابي صحابي راح للشام لقى النصارى يسجدون لقساوسهم، القابل للناس نصارى هذاك الباباز هذاك اللي في الكنيسه يروحوا يسجدوا له، يسجدوا له يعني ركوع ماشي سجود. جا الصحابي قال لي هذه حاجه مليحه، شوف هذو الناس الصالحين فيهم وناس طيبين وكذا، شوف الناس كيفاش تحترم اهل العلم نتاعهم اهل الدين نتاعهم، اذا حنا نجيبوا هذه العفسه هذه جديده ونروح نطبقها في الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما رجع الانسان هذاك الصحابي رضي الله عنه لما رجع الى المدينه غير شاف النبي عليه الصلاه والسلام جاي يسجد، فمنعه النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك، قال له اني رايت كذا وكذا وكذا وكذا، فعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ان لا يكون ذلك الا لله. اذا احنا لماذا اقول لك علاه؟ لان طبيعه الدين تاعنا يربطك مع الله باش تبقى كرامتك، وكان ربطنا ببعضنا البعض، يقول لك اسجد للامام واسجد للعالم ودير هذيك وحب يد فلان وبوس يد فلان ودير كذا، لو كان ربي عز وجل جعلنا كما كان النصارى مع القساوسه واش نولوا؟ تولي انت مدلول للبشر ماشي مدلول لرب البشر، وربي يريدك ان تكون ذليلا لرب البشر عزيزا عند البشر. الدين تاعنا ما يقبلش ان يدل واحد الواحد، ما كاينش ذل، ما كاينش ذل. نعم. حديث عن النبي اصلا ما يقول لو امرت الرجل ان يسجد ايه امرت المراه ان تسجد يعني لو شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كان يعني جا السجود حلال، لو كنت امرا احدا ان يسجد لي احد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. هذا ماهوش اذلال للمراه، وانما لو كان جا الدين تاعنا يرخص للناس يسجدوا لبعضهم البعض، اول واحد تكون المراه تسجد لمن؟ لزوجها احتراما وتعظيما، ولانه سترتها هو سندها هو سترتها هو وجيهتها، فتسجد له ليس انها تعبده. لو كان جا صح ممنوع، ديننا ما يقبلش انك انت والديك والديك ممنوع تسجد لهم، ما يقبلش انك تكون ذليل الا لله سبحانه وتعالى. فعلاش؟ حفاظا على العزه نتاعك، وكي تقرب لربي يزيد يرفع مقامك. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني تزيد تما تزيد في الشك مليح، يقول لك يا طلب اطلب ما دام راك مدلل روحك عندي هنا مليح دوكا نزيد في الشك اكثر، هيا اطلب راك اقرب عندي. اما عند البشر كل ما تزيد انت تذل نفسك للبشر كل ما يزيد يذلك الله تبارك وتعالى اكثر. نعم. ايه هذه من المذله، نسال الله السلامه والعافيه. إيه. نعم نسال الله السلامه والعافيه، الله يرفع عنهم البلاء يا رب امين. فاذا الان هذا الشيء الذي نحن نعيشه في حياتنا اليوميه نلتمسه بان الانسان انما عزته بماذا؟ بدين الله. ولهذا قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا مليح الانسان احيانا يبين للناس ان عزتك في عبادتك، ان العزه تاعك في انتمائك لدينك. كاين الناس واش يدير؟ العزه تاعو في غير ذلك. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم. راهو يحوس على العزة وين؟ العزة في غير مكانها. وشوفوا دوك نقراو حنا واحد الحاجة مهمة راح نتعلموها. الآن راح تشوف المسألة راح تدور كاملة على الكرامة والعزة وغير ذلك. شوف الآن لما ربي سبحانه وتعالى قال الملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس. كامل سجدوا إلا إبليس. ومن معه؟ إلا إبليس. هذا ما كان. الآن شوف ربي راح يوري لك كيف ينبت العدو. العدو كيفاش راح ينبت؟ شفت كي تكون انت في الدنيا ينبت لك عدو في العائله، عدو في الحومه، عدو في المسجد، عدو في اي مكان في الخدمه، ينبت لك عدو خصم. كيفاش راح ينبت العدو تاعك؟ او يوري لك ربي عز وجل هنا ابليس اول عدو للانسان. قال
إبليس قال له ربي عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نهاية كان من الكافرين هي النتيجة الكفر. يعني يحب يقول لك ربي بلي هذا راه خاسر في البداية، استكبارا وحسدا. ولذلك يقول العلماء حاءان، يعني زوج حروف نتاع الحاء، منهم جفسد منهم تدار خسارة، الحسد والحرص. قال ابن القيم رحمه الله حسد إبليس منعه من دخول الجنة وحرص آدم أخرجه من الجنة. حاء حاء حسد وحرص. كي تكون أنت إنسان حساد تخلص عليك مش مليحة، وكي تكون إنسان تحريص بزاف تخلص عليك مش مليحة. الحرص على النعمة بغير قوانينها يذهبها، والحسد في تحصيل النعمة بغير قوانينها لا تتمكن منها أبدا. شوف إبليس ما عرفش يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر بمعنى أنه رفض الطاعة من غير عذر، رفض الطاعة من غير عذر. نقول لكم واحد الحاجة، كاين الناس يتبهوا لإبليس ويدركوا ما كانش كاين. الأذن اللي سمعتوه درك هذا الأذن واش كان يقول فيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. كاين الناس سمعوه برا ولا ما كاينش الناس سمعوه؟ كاين الناس سمعوه وراه قاعد يلعب ولا يلعب بالتليفون، وكأنه جاء خطاب الله اسجدوا لآدم أبا واستكبر. والله هكذا كاين الناس، كاين الناس يقول لك ما نصليش، صلي غير انت ما نصليش. هو نفسه كما إبليس أبا واستكبر. كاين الناس تقولوا حرام واش راك دير، خليني انا ناكلها انا نتحاسب في قبري. أبا واستكبر. شحال كاين من الناس ورثوا من إبليس ذلك الإباء والاستكبار، مستحيل يسمعك وما يخليكش تلحق بالحق. ونقول لك أشد الناس جرما هو الذي يرتكب الباطل لأن الحق جاء من جهتك أنت. هذاك خلاص عباك. كاين الناس كاين الناس ما يحبش يتقبل منك الحق. نقول لك علاه، ماشي هو عارف ماهوش حابك تدير أجر معاه، يحسدك في الأجر والأجر يحسدك، يقول لك ندخل جهنم وما يديش الأجر هذا. سما كاين الناس المرض مرض مشاع فيهم. لذلك إبليس يكون لنا ماذا؟ صورة تاع الباطل. تما تشوف إبليس وتقعد دير في بالك هذا نهار كامل وانت تحكي القرآن ما تستفادش منه بهذه الطريقة. كي تقعد انت نهار كامل وانت دير بالك اي واحد النهار ولا غشت إبليس مع آدم واش صرا لهم؟ سبحان الله الحمد لله احنا خاطينا. يا واو يحكي عليك على بالك، أو يحكي لك باللي قصة يتعاود في حياتك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. كل آذان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، شكون جا سجد؟ شكون اللي قعد برا؟ شكون اللي ما جاش؟ شكون أبى واستكبر؟ هذاك هو يتشبه لإبليس. هذاك فليراجع نفسه. أنا مانيش نقول له أنت إبليس، أنا نقول له انظر وجه الشبه بينك وبين إبليس حتى تشعر بالخطورة. يعني باش تعرف بلي هذه الحكاية ماشي حكاية فاتت وكذا منها تديرها أنت شغل بريمي نوفمبر ثورة وخلاص والسلام عليكم. ماشي كيف كيف، هذه حكاية ربي كيحكاها لنا، هي عبارة عن شيء يتكون فينا ويخلق فينا كل يوم ويسرى. رانا نعيشوها يوميا حتى نكونوا حنا حريصين على أن نتبع الملائكة في سجودها ولا نتبع إبليس في استكباره. دائما أنت هذه نشوف القصة هذه تتعود عليك في كل مرة. شتي تروح عند الإمام تقول أنا هاني كاني رحت قالوا لي هدية ما نعرف لا ريبة ولا ماشي ريبة. يقول لك الإمام هذه ريبة ما ديرهاش. أي جات القصة هنا، تسجد ولا كما الملائكة ولا تكون كما إبليس؟ تستجيب ولا ما تستجيبش؟ ولا تتبع الهوى تقول نديرها؟ كاين يقول وكاين يعني شفت الانترنت كاين واحد قال لي بلي يجوز وروح وتروح. أبا واستكبر وكان من الكافرين. او انك تقول سمعنا وطعنا، والله ما تدخل في كرشي كنت من الملائكه فسجدوا فسجد الملائكه اجمعون. اذا هذه القصه هي عباره عن شيء يتكرر. ربي عز وجل اعطاها في البدايه اسجدوا وابليس ما سجد. حب يقولنا بلي حياتكم كامل راهي هنا. كي تسمع الامام يقول حلال حرام كذا، ربي قال لك اتقوا الله افعلوا لا تفعلوا لا تقربوا، دير بالك بلي هذه هي الحكايه نفسها تتعاود. هل انت تفعل ام لا تفعل؟ هل انت تستجيب ام لا تستجيب؟ هنا القصه يتعاود. ابليس والملائكه، انت مع من؟ تستجيب ملائكه، ما استجبتش شوف صوره ابليس، راك طبقتها نفس الشيء. اذن المؤذن
ما نجيش ما نصليش، صلي وحدك. ربي قال ملائكة سجدوا، الناس جات سجدت والناس ما سجدتش. شوف كيف الآن هذه القصة تعود علينا، ولذلك قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهنا قال الله عز وجل فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله عز وجل وش يقول الآن بعد ذلك لإبليس؟ يقول له، يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. شوف الآن قصة إبليس هنا لم تذكر بتفصيل، احنا نذكرها في سورة الأعراف. بصح راح ننبهكم على حاجة، إبليس وش جاوب ربي في سورة الأعراف؟ قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هنا ربي عز وجل لما خاطب إبليس قال له لما لم تسجد، وش قال إبليس؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف سبحان الله هنا فائدة ذكرها الشيخ فليسي مهمة بزاف. الفائدة هي أن الإنسان، شوف وش جاب إبليس؟ تكلم الخيرية، قال أنا خير منه، ياك هكذا أنا خير منه. البداية، البداية آدم والملائكة كانت مقارنة ولا ما كانتش؟ كانت مقارنة. الملائكة قالوا احنا نسبح بحمدك ونقدس لك، والبنادم هذاك اللي تحطوا خليفة في الأرض هذاك راح يسفك الدماء ويفسد في الأرض. يعني شكون أولى بالخلافة عند الملائكة؟ شكون أولى بالخلافة؟ الملائكة، ناس نضاف ما يقتلوا ولا يسرقوا ولا يديروا حتى شيء. والآن عند ربي إني أعلم ما لا تعلمون، يعني كاين حكمة كاين علم. ودوك نقول لكم العلم اللي حرام، علم آدم الأسماء وقال عرضها على الملائكة، كاين علم، كاين حكاية تصرا، كاين قانون راح يديره ربي عز وجل، صراع بين الحق والباطل، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كاين جنة كاين نار كاين نهاية كاين أشياء، تسمى كاين قصة راح يديرها في الأرض. حب يقول لهم ربي باللي أنا القانون يحديره في الأرض ماشي كيما القانون تاع السماء. السماء كاين ملائكة يعبدوا طهارة نظافة الملأ الأعلى، يطوفوا على البيت المعمور وكذا وكذا، كل شيء غير عبادة، لا نوم لا حتى حاجة. في الدنيا لا، في الدنيا لا، في الأرض لا، حكاية أخرى يليق لها غير البشر اللي مركب الشهوات والغضب وكذلك، يليق لها غير البنادم. علاه؟ لأن فيها أسواق وفيها شهوات وفيها مال وفيها الدنيا وفيها آمال كذا، إذا التركيبة تاع الإنسان هي اللي تليق بها تدخل في الامتحان. هذا هو الإنسان، أنت متحمل الأمانة. إذا ربي لما ذكر لهم هذا قال لهم أنا الآن راح نقول لكم باللي باش يقدر يتغلب على الشهوة تاعو الإنسان هذا راح ندير له العلم، نعطي له العلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ومن ثم خلاص الملائكة سلموا وسجدوا ويستجابوا لربهم سبحانه وتعالى، وعلموا أن الله عليم حكيم، وهم يعلمون ذلك من قبل. وقلنا أن الاعتراض ليس على وجه المعارضة، وإنما الله عز وجل بين لنا بعد ذلك لما سجدوا وش ولت، تحولت الآن، تحولت ماذا؟ تحولت ما بين إبليس وآدم. إبليس حب يقارن الآن، قال أنا خير منه، ما قالوش أنا عالم. المقارنة مش جابها بالماديات. شوف المادية، الانطلاق من المقارنة المادية هو انطلاق ماذا؟ قاروني، فرعوني، هاماني، مثل صاحب الجنتين. خطأ، خطأ تقارن نفسك بالمادة مع الناس، خطأ. خطأ تقول له أنا يا وليد هذا المكان أنا أب عن جد، وانت يا جيت وقتاش جيت انتوما، خطأ تقول هذا الكلام. هذه كما تاع إبليس، أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. ورغم أنه كان نحبوا نناقشوا إبليس وغلط، شكون خير اللي خلق من نار ولا اللي من الطين؟ اللي من الطين أحسن أفضل، أنت أصلا نقول لك غلط. الآن هو أصلا بداية القياس نتاعه غلط، والغلطة تاعه وين؟ أنه أخذ شيئا ماديا يقارن الناس به. دوكا نجي نقول لك أنا خير منك، تقول لي علاه أنت خير مني بصح؟ قول لك أنا طويل عليك بسنتين، تقول لي وعلاه الطول هو اللي عند ربي الخير؟ أنا غلط. نجي نقول لك أنا خير منك، سيارتي غالية على سيارتك بعشرة ملايين، وبعد وداري واسعة على دارك بعشرين متر، أنا خير منك. أنت تقول لي كيف هو عليك خير مني؟ ياك الخير وين راه؟ في الإيمان. ولهذا ربي سبحانه وتعالى مسح جميع هذه المقاييس وأعطانا مقياس واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أعطى الميزان، ما هو الميزان؟ يستطيعه كل واحد، كل واحد في المي في 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 نيل المكانة عند الله. وشنو هو الميزان؟ هو الإيمان، هو التقوى. يعني فقير يقدر يكون متقي الله ولا ما يقدرش؟ يقدر. إنسان صغير في السن يقدر يكون متقي الله، كبير يقدر يكون متقي الله،
إذن التقوى هي في متناول الجميع إلا من أبى، يستطيعها كل واحد، الغني الفقير، الغائب عن الأوطان واللي يعيش الآن في الحضر، المسافر، الإنسان الفقير، وانت في عملك في أي لحظة تستطيع أن تكون متقي لها. ما دام تقوى الله يستطيع كل واحد أن يناله، المريض الصحيح كل واحد. إذن ربي يجعل لنا قلنا الآدات، الحاجة اللي تقدروا تتغلبوا بها وتقدروا تكسبوها كامل لينا منها بزاف، هذاك هو اللي يكون أقرب عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أمور أنا نوزعها لكم، أنا ربي هو يوزعها لنا، الرزق والشكل نتاعنا والزين نتاعنا والطول نتاعنا وأرزاقنا وعقاراتنا وسياراتنا وأولادنا، يعطي لهذا البنات وهذا يعطي له الذكور وهذا يعطي له ذكور وإناث وهذا ما يعطي له والو، هذا من عقلك، تقدر تحكم فيها أنت؟ ما تحكم فيها. إذن لا تصلح أن تكون ماذا؟ تكون ميزان مقارنة. ميزان العبرة في المقارنة هي شيء تستطيعه أنت، خاطبك الله به، قال اتقوا الله آمنوا به، هذه كاملة خاطبك الله بها، مادام تقدر تديرها هنا هو الميزان. إذن وكان نلخصها واش نقولوا، أن موازين الخيرية ونفضل واحد على واحد، لا يوجد فيها شيء من المادة، لا يوجد فيها شيء من المادة. ما تقدرش تقول أنا دور يجين من هذيك هذيك هذيك، ما عندها حتى معنى أخويا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما عندها حتى معنى. يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، راح خدمي على روحك، قالها والو بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يا راجل والو راح تخدمي على روحك، كل نفس بما كسبت رهينة، أيقظوا صواحب الحجرات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين أذكرهم ربي في القرآن، نوضوا تصلوا الليل خدموا على رواحتكم، واحدة ما تقول أنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ربي يجعل لنا ميزان، وهذا هو العدل تاع الله، لو كان علقنا بأشياء ما يكونش عدل. إذن واش دارنا؟ حاجة تقدر تديرها، شكون بابك؟ بابك فرعون وأمك كافرة وخوتك كفار، تقدر أنت تتقي الله؟ تقي الله اسمها حاجة تقدر تنالها ولو كنت ابن كافر، يعني تستطيع أن تفعل. آسيا امرأة فرعون ضربنا ربي مثل عظيم، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون معناتها لا تخرج ولا تدخل البيت ولا تأكل ولا تشرب، رزقها كل شيء تحت يد من؟ فرعون، يعني تحت رقابة فرعون. مع ذلك استطاعت أن تعبد الله وقالت ربي ابنني عندك بيتا في الجنة، وكان الظلم من فرعون لها، قالت ونجني من القوم الظالمين اللي هم الكافرين فرعون وملائه. هذه المرأة قدرت تكون يوم القيامة من أهل الجنة، سيدة من سيدات أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، آسيا امرأة فرعون. إذن أنت ربي يذكرنا ضرب مثلا للذين آمنوا باش أنت ما تقدر تجيب لنا حتى سبب، قلناش أنا بك أنا نخدم في واحد البلاصة شوية مجينيا شوية كذا والمعلم يشوفني، يا رجل آسيا امرأة فرعون كان تحت فرعون 24 ساعة 24 ساعة، سما أنت ما يمسح لنا فمنا كامل الاعتذارات اللي نجيبوا فيهم، لأن امرأة فرعون كانت تحت رقابة شديدة مستدامة مستمرة على طول. تقوليش أنا الله عبك نخدم مع واحد الجماعة شوية كيفو شوية كذا، على هذيك ما صليتش على هذيك كذا، نحي عليك هذا الكذب، نحي عليك هذه الأعذار الواهية، لأنها ليست أعذار. نفس الشيء إبليس جاب عذر واهي، جاب عذر واهي، شو الواحد جا ما حبش يجي الخدمة قالوا وش بيك؟ والله غير طحت شتابرك في الطريق هذا مكان، على ما جاي يستخدم أنا هكذاك، عذر واهي ما عندوش قيمة، شتا طيح الناس كامل، تسمى كل ما طيح شتا ما يجي يستخدم. نفس الشيء إبليس أنا خير منه، على ما سجدت أنا أمرتك تسجد، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا الطعن في من؟ فالله، أو يطعن في ربي، حب يقول بلي أنا خير منه وأنت أمرتني باش نسجد له، معناته يقول ربي أنت غلط. إذن هذا الطعن متعدي، ولذلك إبليس لم يكن هنا من الساجدين بسبب ماذا؟ قياس فاسد، منطلق فاسد، وهذا المنطلق احنا عندنا في حياتنا. هذاك صاحب الجنتين واش قال؟ انا خير منك. باش قال انا خير منك؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. قال ولئن رددت الى ربي، مادام اعطاني ربي في الدنيا حيعطيني في الاخره. وزنها باللي العطاء تاع الدنيا خير تاع الاخره. ويعني معناتها ربي راه يحبك يعطالو. ودار ميزان غلط، مادام انا عندي جنتين وانت ما عندك والو، معناتها انا ربي يحبني، مادام عطاني وانت ما عطانيش، معناتها انا ربي يحبني خير منك.
هذا القياس الإبليسي، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس إبليسي. وهو ماذا؟ هو استعمال المادة في تخيير الناس، المادة. ولذلك شوف حنا شحال نستعملوا تاع إبليس دركا، شحال أنا نديروها في حياتنا اليومية. قولوا هذاك يحب ربي عطالو، عطالو ربي، شوفوا أنا نجح في حياته. هذاك هذوك الناس هذوك عندهم دعاوي الخير هذوك، وين على بالك هذيك العطية اللي عطاها ربي هي عبارة عن طريق إلى جهنم؟ وين على بالك أنت؟ ما تخيرش الناس، ما تميزش بين الناس بماذا؟ بشيء من الدنيا، دنيا ما تسوى عند الله. ولهذا شوفوا المبارك الميلي رحمه الله قال كلمة بزاف مليحة، قال الحمد لله أن الله عز وجل الكلم على الولاية هو، ونحن نقول ملخص من كلامه، يعني أن الله عز وجل الحمد لله لم يجعل معيار التخيير بيننا، يعني بيناتنا شكون خير من الآخر، لم يجعله في يد أحد ولا يطلع عليه أحد. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني أنت دوك ما تقدرش تقول أنا عندي هذاك خير من هذاك، نقول لك علاه؟ الحاجة المادية ما تقدرش تقيس بها، ياك هكذا، لا باللون تاع البشرة ولا بالدراهم ولا بحاجة، علاه؟ قلنا علاه فلان خير من فلان، علاه؟ تقولنا أنا هذاك يبان لي أتقى من فلان، كيفاش تعرف التقوى تاعه أنت؟ تعرف قلبه واش فيه الداخل؟ تعرف؟ تقدرش. إذن خلنا المقياس هذا عند من؟ عند الله. احنا ان تكلمنا وش نقولوا؟ فلان نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله احدا، نحسبه يعني وش راه يبان لنا؟ والله يبان ما شاء الله، الله يبارك وامره عند الله، ما لبناش هكذا. مقارنه ماكش محتاج تدخلها، ما قال واحد ما طالبك، واحد ما قالك انا هذاك يبان لي احسن عند الله من هذاك، واحد ما قالك ديرها وبالك ديرها، ما تدخلش روحك فيها، امر الله تبارك وتعالى. نسال الله يصلح حالنا، والله اعلم، والحمد لله رب العالمين. I mean...